خافي على حدا انك كنت عضو بحركة القومية العرب. طيب هاي المرحلة قديش انت فعلا تعتبرها جزء من تشكل شخصيتك السياسية، شخصيتك بعلاقتك مع هذا مع هاي المنطقة، مع الفكر القومي بالمنطقة والى اخره اللي كان سائد بالستينيات. بس رجاء تحكي لي يعني عن هالمرحلة هاي بكل شفافية، خاصة بعلاقتها اليوم بما يحصل بمفاوضات السلام، وبأنه الواحد يعني كل هذا الجانب، لأنك هذاك النهار قلت لي شغلي أنك كنت عم تتابع مسلسل أم كلثوم. نعم صحيح. يا ريت تحكي لي عنه. إيه رح بحكي لك عنه. تفضل. شوف يا قلت لك أنا أثناء بداية حوارنا المستجد الآن إني أنا خلقت بواحد 11 سنة 1944، يعني مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية وبدأ الموضوع الفلسطيني وتحرك شيء. 42 أنشئت دولة إسرائيل، كنا مش واعيين، بدأوا الفلسطينيين يجوا لعنا، فأنا من جيل اللي عاش النكبة من أولها، شاف المخيمات، مش بس شفت المخيمات، شفت الفلسطينيين اللي اجوا عاشوا بالمخيمات، وما تزال رائحة المرأة الفلسطينية في أواعي الواحد، نعم في تيابه. وهذا أمر بعتقد بدل لحقني لغاية ما تنتهي حياتي. نحن كنا زي ما قلت لك من عائلة، من عائلة ليست فقط مستريه وليست متوسطه، نحن بين الفقر والمتوسط. فبالتالي رغم ذلك كانوا يجوا اللاجئين الفلسطينيين لعنا مشان يطلبوا مساعده. شوف كيف قديش اوضاعهم كانت متردده. تماما تماما. وكانوا يجوا النسوان والرجال لحتى يشتغلوا، وهذا امر الحقيقه اول شيء بيخطر في بالي انا، انه المراه الفلسطينيه مراه عامله، مش مراه قاعده في بيتها. كانت هي تشتغل وزوجها كان يشتغل لمواجهه اعباء الحياه المستجده عليهم. هذه المراه وهذا الرجل الفلسطيني اللي اجى واللي عاش بالمخيمات، انا بذكر كان عمري يعني منذ ما اذكر كان عمري 5 سنين 6 سنين، انا بذكر هذا الامر. فالقضية الفلسطينية عشناها فعليا بدون فلسفاتها وإيديولوجياتها ومشاكلها، التصقت بجلده تماما، التصقت في جلده وفي دمه وفي عرقه وفيها. مشان هيك الأمر الطبيعي كان لما وعيت بدأ الوعي الشبابي اللي مثل عمري. كل الشباب اللي كانوا بعمري كانوا بشكل أو بآخر منضمين إما لحركات أو لأحزاب أو غيره اللي عندهم اهتمام وطني، وكان المد القومي في ذلك الوقت على أشده هو اللي ماشي، هو الغالب. عم نحكي على فترة قبل نكسة 67، عم نحكي ما بين الإنشاء إسرائيل و 67، وبيناتهم طبعا صارت 58 و56 خاصة من ثورة عبد الناصر. طبعا عبد الناصر 52 شو كان عمره 6 سنين مش هيك؟ او 8 سنين او غيره. ففترة المد القومي اللي هي مترافقة مع الاستقلال ومع حركات التحرر في العالم الثالث كلها سوا، من آسيا لأفريقيا للدول العربية، عدوان الثلاثي كلها تماما 56 وغيره. هذه المرحلة عشناها بكل جوارحنا، في المدرسة في الجامعة. ما تنسى أنا ابن صيدا، مدينة مناضلة، مدينة مكافحة، مدينة الوطنية عايشة بدمها، جزء منا، جزء من تاريخها، مدينة ناصرية، مدينة قومية عربية ناصرية اللي بدك إياه، بس إنما مدينة تسير في الخط القومي العربي. العروبي. نعم.
فأنا كنت جزء بهالهدي. هلا طرأت علي ظروف خاصة وسافرت على أسرة للمملكة العربية السعودية، وهناك انقطعت عن العمل السياسي لأني يعني ظروف الحياة هي اللي أخذتني واستمرت فيها. بس إنما اهتمامي ببلدي واهتمامي بوطني وقضايا الأمة العربية كلها سوا هذا بعد ولا حتى الآن. بس يعني كنت مناضل ميداني، ما كنت مجرد. ايه مزبوط. ما يعني كنت صحيح ما بيقولوا نشيط اكتيفيست يعني. ايه كنت نشيط مزبوط، كنت في الجامعة من الأنشط الشباب وأكثر من الجامعة. حكى لي أستاذ جامعة اليوم قال لي وهو ما بيعرفك يعني لأنه كان المسؤول السياسي عنك بسيطة، قال لي لما كان بدنا نطالع مظاهرة قومية كان أول شخص نفكر فيه لأنه هو الرجل الصدامي كان، وكان بالصف الأول بالمظاهرة كان رفيق الحريري، ونحن بنعرف أنه أبضاي المظاهرات كان وإلى آخره هو رفيق الحريري. صحيح هذا الكلام؟ هلأ شفت ليش أنا بديش أحكي عن هذه المرحلة؟ مش لأني أنا يعني أنا فخور فيها، بس يعني شو بدي أقول لك أني أنا أبضاي؟ عيب. لا بس كان الواحد ماشي اوكي داخل بي 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 بشو اسمه كويس. بي بتلافيفه ماشي. هلا التقى واحد قال لك ايه اوكي من صغري انا كتير غلبي اذا بدك تسميها بحب اعمل الاشياء اللي تتساوى حسب الاصول. صدامي مش صدامي يعني شاب يعني منتفع. لما تقبض القضية تقبض على الاخر. ايه طبعا ايه طبعا ايه طبعا. وبالتالي هذه المرحلة اللي عشتها اللي هي عشتها بكل صفاء الشباب ونقاء هالمرحلة هاي اللي هي مرحلة نقية عندي وعند غيري، ما بدي ادعي انه لوحدي، كل جيلنا نحن جيل رضع القومي ورضع العروبي ورضع الوطني ورضع وعاش بعاشت قضية فلسطين والفلسطينيين أصبحت جزء من حياته ومحور حياته، إن اهتم فيها أو ما اهتم فيها بس لصقت في عقله. وكل الخطاب السياسي من كل الزعماء العرب وخاصة من الرئيس عبد الناصر ومن الرئيس الأسد ومن الزعماء القوميين الزعماء وغير كل الزعماء كل الزعماء العرب بالمملكة العربية السعودية، الخطاب السياسي لقادة المملكة الموضوع الفلسطيني أساس حتى اليوم ما تغير من أيام الملك عبد العزيز قبل ما أروح أنا على المملكة، موضوع فلسطين موضوع أساسي في الخطاب السياسي في المملكة العربية السعودية وفي كل دول الخليج، في مصر، في العراق، في سوريا، في الأردن، وما كان هذا الخطاب السياسي لأنه هي قضية العرب المركزية. بس كان في اختلاف بين الناصرية الفهم القضية الفلسطينية بين الناصرية وبين بين شو؟ بين السعوديين ايه طبعا. شوف لألا شامي الملك عبد العزيز، الملك عبد العزيز أول من قال إنه أعطوا للفلسطينيين سلاح وخليهم هن يقاتلوا ويحاولوا يرجعوا أرضهم، لأنه هو هيك عمل ببساطة ببساطة تجربته الشخصية نصح فيها الفلسطينيين، وهذه معروفة، هذا مش عم بقول سر أنا، هذا التاريخ بقول هيك، عرفت كيف؟ فهذا خطاب السياسي بالحقيقة. لا شو بدك بالكلام السياسي اللي بيطلع من هون ومن هون وكذا، هذا وحتى حتى هذه اللحظة لأنه الناصرية كانت بمكان ما تقدمية. هلا هذا الموضوع حتفتح باب أنت على حالك وعلينا وعلى هذه شو مش وقته. الله يرحم اللي ماتوا. وعلى كل حال الموضوع هذا صار تاريخ بملك التاريخ ملك التاريخ. حتى هذه اللحظة المملكة العربية السعودية أنا مش أنا اللي بتدافع عنها وعن سياستها، هي بتدافع عن حالها، سياستها بتدافع عنها. حتى هذه اللحظة موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية موقف مشرع ما في عليه غبار. حتى هذه اللحظة رغم كل الصعوبات والضغوطات والطلبات عليهم مشان
التقدم بأي أمر باتجاه إسرائيل ما تقدم الجميع. ونطريب عم نحكي عنك. بس معليش بس هذا الأمر جزء من سياسي ما تغيرت. هذا اللي بدي أقول لك إياه. يعني الشيء بالشيء يذكر. جزء من سياسي لم تتغير على مدى من أيام الملك عبد العزيز الله يرحمه حتى. يعني أفكارك القومية ما تعارضت. ما حسيت حالي إنه متضايق أبداً. بمرحلة أبداً. ما يعني. أشهد بالله. ما شعرت حالي إني أنا قاعد ببلد أتناقض معه بالأمور القومية. على مستوى الفكر القومي. أبداً. أبداً أبداً أبداً. أبداً. موضوع الأمريكان بال. بشو؟ بي إنه الناصرية كانت ضد الاستعمار الأمريكي وإلى آخره والسعودية موالية. طيب هذا الجانب شو؟ شوف لألا شالي المملكة العربية السعودية دولة مستقلة ذات سيادة كانت أخدي اتجاه حطت إيدها مع أحد القوتين الكبيرتين في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية. عبد الناصر حط إيده بإيد السوفيات كان معروف إنه بتدعم إسرائيل الولايات المتحدة يعني. ماشي الحال يعني هلأ من بعد منهار الاتحاد السوفيتي أمور كتير تكشفت. طيب. مش هيك؟ كشفت أمور كتير ويبدو كان أنه فات الحابل بالنابل. يعني مش الأمور المعلنة هي اللي كانت التي على كل حال كمان هذا بزمة التاريخ. طيب. بس بدون أدنى شك أنه المملكة العربية السعودية كان في قوتين في العالم كبيرتين أخذت الجانب الأمريكي. الأمريكاني من الأساس. ودلت منسجمة مع نفسها ودلت في الموضوع الفلسطيني اخذ مواقف لا تختلف تماما بأي شكل من الأشكال عن المواقف اللي أخذها عبد الناصر واللي أخذوها كل القادة العرب. وبنذكر موقف المملكة العربية السعودية بحرب 73 وقفت وقطعت البترول. الملك فيصل الله يرحمه قطع البترول وعمل قصة طويلة عريضة وكان سلاح البترول في خدمة المعركة لما قرر العرب يخوضوا المعركة. موقف تضامن عربي. لا أكثر من هيك. كان جزء من من المعركة. يعني جزء لا 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 أكثر من هيك. كان جزء من المعركة. معركة الضغط يعني. تماما كان جزء ولم يفتح البترول إلا لما انطلب منه أحد الأطراف العربية إنه يفتح الأمر إنه يفتح البترول فانفتح البترول. فهذه قصة يعني كمان تاريخية ولا يجوز إغفالها بهذا الإطار. فأنا بكل صدق وإخلاص بقول لك حياتي في المملكة لم تتناقض مع قناعاتي القومية والوطنية لأني ما شفت بالمملكة أي تصرف يتناقض مع ذلك. هلأ الكلام السياسي طبيعة الأنظمة الداخلية معالجة الأمور وغيره كمان متركها للتاريخ لأنه بينت الأمور أنه يعني التوجهات أو الخيارات الاقتصادية اللي أخذت المملكة خيارات الآن كل العالم عم يأخذ فيها. الضمير والوجدان والذاكرة أنا ما بختلف يا عمر عن أي مواطن عربي بهمه بلده بهمه وطنه وبيشعر بأي عاصمة بروح. أنا لما بنام بأي عاصمة عربية بشعر كأني نايم بيروت. طيب أنت قلت لي منام وأنا لازم أذكره هذا لأنه ما بقدر شو اسمه يعني ما أقوله لأنه أثر فيه تماما فضل. وبعتبره بيشبهك وأنت ردت أنه ما ينال. أنت ذكرت لي في يوم من الأيام أنه شفت منام والدتك بمنام وياريت تقول لي إياه. لا أقوله وتعيده. تفضل تفضل. لا حضرتك لا بلا بحكي عن حالي تفضل. كأنه فهمت أنه قالت لك والدتك أنه رضياني عليك أنك برات الحكم حتى ما تنوجد لحظة توقيع السلام مع إسرائيل. هذا المنام مزبوط ولا لا؟ يا مزبوط. طيب هذا بعد ما فئت من هذا المنام أرضى ضميرك ريحك؟ إيه مريحني. بس شوف لألك شغلي هون يعني لازم الواحد يحط نقطة أساسية. هذا لا يعني أنه اللي يوقع أو لح يوقع السلام مع إسرائيل أنه عم بقوموا بعمل غير وطن. هذا بيكون في إشحافة. لا لا هذا سياق التاريخ ما إيه. مش بس سياق التاريخ.
بس عم بحكي انا بالحقيقه عن عقل الانسان تماما. هذا كل القاده العربي، كل القاده العربي عقله والمعطيات ومسؤولياته للمسؤول الموجود بالسلطة تقول أنه يجب أن يسير بصدق وإخلاص في عملية السلام، شرط أن يحصل الحقوق العربية بالكامل بدون أي تنازل، مش هيك؟ عاطفته غير شكل، لأنه تربيته غير شكل، واللي بيدعي غير ذلك ممكن مش عم يحكي الحقيقة. مو كل الزعماء، لأنه الشيء اللي عم يصير ماشي، خليه أنا على ساحة الفلسطينيين، أنا هيك في مشكلة يعني. أنا على كل حال موضوع الفلسطينيين وهن كيف يعني، ما بقدر اتصور انا عربي مختلف بشعوره عني، انا ما بقدر اتصور من مسلمه هيك، انا هيك بعتبر. على كل حال بريحني هذا الشعور، مثل المنام ماشي الحال، بريحني هذا الشعور. بس انا لو بموقع المسؤوليه، انا مؤمن بالسلام، لو انا بموقع المسؤوليه بؤمن بالسلام، وبالتالي ما بقول اني ما بقى، بالعكس انا داعي للسلام، من الداعي لعدم السلام. بس يعني انما الواحد بدون ادنى شك انه نحن من الجيل الذي عاش ذهاب وضياع فلسطين. اوكي، وهذه طبعا شغله بتحس بالنفس والعاطفي عاطفي، و كما انه كثير من دول العالم ترى في الاتفاقات الثنائية والتسويات أمر ضروري جدا، ولكنه بحزب نفسه أن تعملها وبتعملها. فنحن يعني المرحلة اللي وصلت لها الأمة العربية والوضع اللي وصل له الوضع العربي العام خلى القادة العربي يمشوا بهذا التوجه، وخاصة في المرحلة الأخيرة انهيار الاتحاد السوفيتي. طيب شو شعوره انت اللي ذكرت لي هلأ انه رائحة النكبة بمناخيرك، بخزانة الملابس تبعي؟ ايه صحيح. شو شعورك انك اليوم عم بتحس وقرائن تقول انه فلسطين لن تعود، وما سيعود هو 40% من الأراضي المحتلة، وأنه في 4 ملايين إلى 5 ملايين لاجئ فلسطيني رح يضلوا مشردين إلى ما لا نهاية. طيب هذا السلام اللي الواحد عم بيحس أنه هو أمريكا. سياق التاريخ، نعم، ما حيقدر يعمل شيء. نعم. طيب ما عندك شعور باستمرار الغبن مع هذا السلام؟ ايه طبعا، بس انما الشعب العربي والأمة العربية مرأت بمراحل عديدة جدا فيها شيء من ذلك، ولابد ان تسير الحياة، ولا يجوز انه نوقفها بسبب عواطفنا. بدون شك انه السلام يحتاج الى شجاعة. وشو يعني شجاعة؟ لما منقول السلام يحتاج الى شجاعة شو يعني؟ يعني تغليب العقل على العاطفي. الشجاعة انك تتغلب على نفسك. بس مو بس هيك يا ابو بهاء، هو القبول ايضا بالغبن. ايه ما هو هذه، ليش عم تغلب على نفسك بشو؟ فما عادت شجاعة، هي عبارة عن يعني تسليم، خلينا نقول بواقع الامر. هذا الكلام عم توجهه انت هو باتجاه الاخوان الفلسطينيين، صحيح، اكثر منه من لا طبعا البقيه، لانه اراضي محتله رح ترجع للدول العربيه. تمام. اكثر منه للفلسطينيه، هي لب المشكله. ايه بعرف هذا شو اسمه، بس واقع الحال وواقع التجربه اللي مرقوا فيها وصلتهم ووصلت الأمة العربية كلها لما وصلت إليه. طبعا مش لوحده المسؤولين، هلأ في ناس بحاولوا يقولوا أنه لوحده المسؤولين، مش صحيح، واقع الأمة العربية كمان مسؤول، ما هم نتاج لهذا الواقع، هم القيادة الفلسطينية نتاج لهذا الواقع،
ونتاج للتشرذم العربي ونتاج للخلافات العربية وللتناحر العربي وللهدر العربي ولهدر الطاقات العربية كلها. النتاج بتبعه وصل لهم مش هيك؟ فما فينا نلوم المنتج لوحده، بدك كمان تلوم المنتج اللي أنتج هذه اللي هي كل الوضع العربي هذا اللي وصلنا له. بدون أدنى شك أنا بقول لك الجيل تبعنا بدون شك في جزء منه رافض القصة كلها، وفي جزء رأى بالعقل إنه لابد من التوصل إلى تسوية. أنا من الجيل من الجانب اللي بقول إنه لابد من التوصل إلى تسوية، وإن كان هذا الأمر نفسيا له انعكاسات، ولكن في قناعة إنه لازم هالأمر يصير. ليش؟ ليش؟ لأنه أنا بعتقد إنه العرب جربوا 50 سنة من الصراع بشكل مختلف، وهذا صراع هو صراع أجيال مش صراع مراحل صغيرة. ما عم بحكي أنا بالمعنى الصراع العسكري. الأمة العربية أمة إلى تاريخ وإلى حضارة وعند ثقافتها وعند مفكريها وعند إمكانياتها وطاقاتها. الآن خلال 50 سنة كله كان بشكل أو بآخر إما موجه صدقا أو مستعمل بسبب موضوع الصراع العربي الإسرائيلي بالشكل اللي أخده فيه. فأنا بعتقد أنه إذا صار في سلام المفروض الأمة العربية توجه طاقاتها نحو التنمية والتطور ومواجهة تحديات السلام التي ستفرضها علينا المرحلة. هذا كلام ما بيشفي الواحد شعوره بالغبن. قلت لك يا أستاذ عمر في بلد يا أستاذ عمر في بلد قلت لك شغلي انسرق ما, ما ما تحط أنا ما لح دافع ما لح دافع عن السرقة بالعكس صح إيه مزو يعني ما لح دافع عنه بس أنا بقول نحن اليوم في عنا مرحلة ما بيجوز نكمل كما كنا في السابق صحيح مش هيك صحيح مش هيك عم أقول لك العقل يقول شيء والعواطف والمرحلة اللي مرقناها بتقول شيء تاني لكن نحن عم نغرق في الحاضر وما لا. يقدم لنا الآخرون لا 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 يجوز هذا عمر لا يجوز مش هيك أنا عم أقول لك طيب. السلام بالنسبة للدول العربية السلام اللبناني أو السلام السوري مع إسرائيل لا يجوز أن يقوم إلا على أساس التكافؤ وبالتالي طيب شو عدتنا وعتادنا لمرحلة السلام بالله أمتنا شو هي؟ أمتنا ما عندنا عتاد أمتنا هذا رجعنا فتنا بنفق الفكر القومي الغامض يعني. لا 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 ما في حل إلا بالفكر القومي على كل حال ما في حل إلا التطبيق إذا كان في مشاكل وإشكاليات وغيره هذا موضوع آخر طيب شو بديش حكينا بالأمة العربية والآخرين ايه؟ طيب ما كانت يعني كللتها هزيمة 67 يعني هذا مش اللي كلل هزيمة 67 الأمم بما تملك من خدرات طيب نحن ليش بدنا نعمل حروب ما من حروب بلى ليش بدنا نعمل حروب انت عم تقول هزيمة 67 صحيح او نكسة 67 اللي بدك اياه بس انما هذه حرب نحن عنا مرحلة مختلفة بس ليش ما نضلنا نكمل لإحقاق الحق بالحرب لا بلا شو عم تقول لك بالمطالبة الدائمة بعدم التطبيع مطالب. مع إسرائيل ما لا شوف لا ليش لا. لأنه الوضع اللي نحن جايين عليه في المرحلة القادمة هذه مرحلة بدك تعيشها بمنطق الدولي بتبعها مش لوحدك في العالم أنت اليوم أصبح العالم أحادي معناته مرغمين أنا لأقول لك قناعتي بالسلام مش عن إرغام هلأ غيري ما بعرف كيف أفكر أنا بعتقد أنه الأمي قاتلت وصارعت 50 سنة ضمن الظروف الدولية اللي موجودة وطلعت النتيجة مش لمصلحتها في هذا النوع من الصراع بس هي الأمي
قادة المعارك أنظمة ما يعني معلش وليست شعوب على شيء على شيء يعني حرام حرام نقول نحمل كل هذا الماضي من 50 سنة من الصراع نحمله لفشل هاي الشعوب هي فشل الأنظمة اللي قادتها يا الشعوب يا أستاذ عمر هذا الكلام يا حبيبي هذا الكلام على مر التاريخ هذا كلام لا بسمي لا يسمن ولا يغني من جوع على مر التاريخ القادة والأنظمة هي التي تقود الحروب وهي التي تربح وهي التي تخسر من حرب الفوكلاند بإنجلترا والحرب العالمية الثانية مين اللي قاد ألمانيا للحرب مش هتلر مش إيه مين قاد إنجلترا للنصر مش تشرشل مين قاد أمريكا للنصر مش إيزنهاور هذه الأمم هيك فليش بدنا يعني ما نضيع بالكلام لأنه من مرحلة معينة الشعوب مشيت وراء قادتها لتحرير فلسطين بعدين صارت تنقاد الشعوب لا 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 للعمل العسكري وإلى آخره ضد إرادتها لأنه ما قادت شوف لألا شالي أنت هون أنا بعتقد نحن بحاجة الأمة العربية بحاجة للسلام كمنطق عقلاني يتمشى مع المصلحة القومية العليا للأمة العربية جمعاء حتى تلملم جراحها مش تحضر حالها لحرب تانية أبدا وتنقذ ما بقي منها وتستفيد من تجربتها وتستفيد من تجارب العالم الآخر الآخرين التي تقدمت عليها ونسير ضمن مصالح الشعب العربي في كل قطر من أقطار الأمة العربية هلأ هذا الأمر هذا الأمر شو محتاج محتاج لأمور عديدة جدا أولها وأساسا الشعوب العربية تكون محررة وتمارس حقها في الرقابة على إدارة شؤونها محررة من شو محررة من كل أشكال الضغوطات اللي ممكن تمارس عليها من قبل أي جهة من الجهة فهذا الأنظمة غير ديمقراطية لا المفروض يكون الأنظمة ديمقراطية إنهاء الصراع المسلح سيفتح الباب أمام مجموعة عديدة جدا من إعادة النظر بكثير من التصرفات لأن المرحلة اختلفت المرحلة اختلفت سياسيا اختلفت واقتصاديا اختلفت وغيره فأنا حقيقة ومن خلفيتي القومية بقول لك السلام في هذه المرحلة هو من مصلحة الأمة العربية لحتى تقدر تسير قدما نحو التقدم وتاخذ مكانة في العالم ويعيش الشعب العربي بشكل أفضل ما ندلنا دائما في مرحلة وفي دوامة إما استعمال فلسطين أو في استعداد لحروب إن كان صدقا أو استعمالا وتضييع إمكانيات الأمة العربية في هذا الإطار هل هذا يعني أن الصراع انتهى بيننا وبين إسرائيل أنا بقول إذا ما بدنا نسميه صراع حتى لا يفهم من كلمة الصراع هو شكل من أشكال الصراع العسكري أنا بقول لا أنا بقول في تحديات جديدة ستفرضها المرحلة ما بعد السلام هذه التحديات على الأمة العربية أن تكون مهيئة لها وتهيئ نفسها لها عمليا انا صامت شو عم بحكي معلش عم تقرا لي تصريح ما مصدق صامت اراقب سي كمان هي سياسي انه ينتظر الاخرين لا حتى يفرغوا ما في جعبته ما في جعبته لا او على الاقل يخطئوا لحتى الواحد لا ما عم نتصرف هيك ناطرين الناس نحن متمنين ما حدا يغلب بالعكس هذا بعيش على أخطاء الآخرين هذا الضعيف اللي بعيش على أخطاء الآخرين سي سياسي ما لا. لا 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 بالعكس أنا بعتقد السياسي القدير هو اللي بيقدر يقدم دائما أشياء مختلفة ومفيدة للبلد
مش انه والله بيقوى لان الاخرين عم بيغلطوا. هذا مش استخلص دروس. ايه بيقدر يستخلص دروس دائما ان كان غلط ولا ما غلطوا. بس في فرق كبير بين السياسي اللي عايش بانتظار الاخرين يغلطوا لحتى الناس يكتشفوا يعني لانه الاخرين عم بغلطوا فهو كويس، او هو يكون عنده مشروعه وعنده نظرته وعنده فلسفته وعنده القدرة والارادة على تحقيق شيء ما للبلد ويقول هذا مشروعي. في فرق كبير. شيء ما بقدر اقول انا هذا الحل ماني مجرب. على كل حال انا هيك بتطلع مش بس بالسياسة، بكل شيء، حتى باي موضوع، باي موضوع، باي موضوع. حتى يعني اولا انا طبعا بحترم كل عمل، اي عمل بقوم فيه الانسان ان كان يدوي ولا عقلي فهو شيء محترم مهما كانت نوعيته. صح. فاذا جبت شخص لحتى يعمل حديقة عندك وواحد تاني راغب بانه هو يهتم بالحديقة، ففي حلين. في ناس تلجأ انه تنتظر اللي عم بيسويها يغلط ويطلع حديقة بشعة لحتى نقول له تفضل، او واحد تاني بيجي بيعمل مشروع للحديقة وكيف بده يسويها وشو انواع اللي بيزرعها وشو الانواع اللي ما بيزرعها وكيف طريقة تقديم الزهور والشجر والخضار فيها والمياه وخلافه، وبيجي بقول انا هيك بعمل، فيمكن يعجبك هذا افضل من اللي عم يشتغل عندك. فانا بفضل الطريقة هاي. بس الحديقة شيء جميل، العالم السياسي اي شيء عمولك في شو في شوك كتير تماما بالسياسي. السياسي اللي بيقعد ناطر انه الاخرين يغلطوا لحتى الناس يقولوا والله هون غلطوا خلينا نجرب فلان، هذا ما بعتقد انه بيصلح اساسا، لانه مشروع شو اخطاء الاخرين، تصحيح اخطاء الاخرين، هذا مش مشروع. وغالبا هو التخفي وراء اخطاء الاخرين لحتى السياسي لما بيرتكب خطا عادة ما عنده الجرأة يعترف بهذا الشيء. ايه في ولذلك بيحملها للآخرين. في ناس هيك وفي ناس غيرك، في ناس بيقولوا لا إذا غلطوا بيقولوا غلط، عندهم الجرأة يقولوا غلط. نادرا بملفات السياسي كانوا سياسيين عندهم الجرأة والشجاعة إنه يعملوا هذا النقد الذاتي. مع أنك ما بيعرفوا الناس. الناس مستعدة انها تتفهم الواحد اللي بياخد قرار غلط اكتر بكتير من اللي بيحاول يتشاطر عليهم ويقول لهم والله انا ما غلط، يشرح الظروف. هلا اذا عقله اعوج موضوع اخر، معناته ما بيصلح. بس اذا عقله سليم وتفكيره سليم وفي ظروف معينة ممكن يشرحها والناس بتفهم بتتقبل وبتتعاطى. يعني العالم العربي راح يجي زعيم شفاف وقادر أن يعترف بأخطائه يوما ما؟ مين بالعالم الزعيم الشفاف اللي صادق مع شعبه؟ مين سميه لي واحد بالعالم؟ على الكرة الأرضية اليوم في أكثر من 5 مليار بني آدم، في بيحكموا محكومين بواسطة رؤساء ورؤساء وزراء وغيره، مين هم الشفافين بينهم؟ معناتها هي مسلمة انه لا مش مسلمة انه الحاكم مسلم. مستحيل يكون شفاف. لا مش مسلمة، ما عم بقول مسلمة انا، بس عم بقول انه الامور نسبية كلها. كيف شايف بيروت من هون؟ يعني هو الجمال فيها انك تقدر تشوف البحر والجبل والفيو بنفس الوقت. والناس ما بتشوفهم الآن، ما بتشوفهم. هذه الشغلة المؤسفة يعني، ما فيك تشوف الناس. وهذا خطأ اللي بيطلع من فوق دائما للأمور، بطل يحس بالناس. مشانك بسموه قاعد برج عاجي، مش هيك؟ ليه بقولوا له عاجي مش عالي؟ بدي يكون حدا بالزمان برجه.
لا ما بتشوف الناس. طيب دورة رئيس بيستغرب الواحد لما بيشوف يعني تراص الأبنية هون كيف راكبة على بعضها وإلى آخره. طيب شو اللي خطر ببالك إنه هذا القصر المنيف يلي من 10 طوابق يحشر الواحد بين هالأبنية المتداخلة المتراكبة على بعضها وإلى آخره؟ أولاً هذا منه قصر، هذه مبنى من 10 طوابق. بالنسبة لنا قصر. ماشي. فيك تسمي اللي بدك إياه، بس هو مبنى من 10 طوابق. لابد برأيي أنا نائب بيروت، بدي أسكن ببيروت، ما في يكون نائب عن بيروت وساكن خارج بيروت، وبالتالي الأمر الطبيعي بيروت مدينة مليئة بالمباني، أراضيها محدودة نسبيا بالنسبة لعدد السكان اللي فيها، فلابد أنك يعني تعمل مبنى ضخم. لا في بنايات كثيرة ضخمة، هاي بناية بوش نتفضل تعال شوفها أكبر منه، هاي اليوم هاي العالية العالية إذا بتقرب منه فيك تشوف تفضل البرج، هاي بناية أكبر، 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 في عشرات البنايات الأكبر هون متلاصقة هيك مع البنية الثانية، وهون نفس الشيء نفس الشيء هذا ملاصق، يعني هذا ما بتفرق اذا كان لاصق فيه ولا بشارع ولا في شارع بيناته، ونفس الشيء البنايات اللي هون معناته هيك عم يخيل له الواحد يعني. انت حابب هيك تفكر بعدين تلاصق الابنيه شغله مش عاطله يعني فيها حراره مزبوط فيها حراره صح. طيب ليش بيروت طالما حضرتك ولدت بصيدا والى اخره؟ يعني شوف هذا الامر، هذا الامر اولا بيروت العاصمه، وثانيا انا بحب هالمدينه وبشعر ان قطعه من نفسي، واهالي بيروت دائما وقفوا معي وساندوني. قبل ما اعمل نائب عملت نائب نتيجه شعوري انه عندي مسانده الناس وتأييد الناس، وهي المره الاولى بعتقد في حدا من خارج العاصمه من أهالي بيروت يعني بترشح عن بيروت وبيتخبوا. هي حالة استثنائية يعني؟ أعتقد نعم أعتقد، وأنا فخور فيها وشعر أنها مسؤولية. طيب دولة رئيس بيروت راح تكفيك؟ بيروت راح تكفيك؟ هذا سؤال ملغوم يعني. بيروت أنا بشوفها مدينة كبيرة وعظيمة، وفعلا بشعر بالاعتزاز اللي بمثلها. وين عظمتها؟ بكل شيء، كل عظمتها بكل الامور اللي بنشوفها فيها، ببشرها، بناسها، باستيعابها للناس، استيعابها للثقافة، دفاع عن الحرية، دفاع عن الديمقراطية، استشهاد اهلها بتناقضاتها، تناقضاتها كمان تجعل منها شغلة متميزة وفريدي، وتعايش تناقضاتها مع بعضه. مدينة مليئة مليئة بالحيوية. بس يلي كان مثل حضرتك هيك عايش بهدوء وبروية، وليش الواحد عم بيبحث عن متاع؟ طبعا 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 مشاغب يعني؟ طبعا لا طبعا، والشعور انه الواحد فيه يعمل فرق ببلده، فيه يعمل شيء مختلف، في ساهم بتقدم. طيب بس هي بلد مو دائما في ناس بدم الخدمة العامة، بس هي بلد مش الوحيد، بس هي بلد مو دائما مخلصة للي بيخدموها. يعني أنا هالأمر هذا ما لمسته، بسمع هالكلام بس أنا ما لمسته حقيقة. يعني أنا شفت الوفاء من يوم ما جيت على البلد، ومرقت بظروف صعبة جدا، ودلت المدينة واقفة وساندتني بكل الأوقات. ما شعرت يوم إنه أنا الناس تخلوا عني، وبعتقد هذا شعور مخيف للرجل الذي يعمل بالشأن العام، إذا شعر إنه الناس تخلوا عنه وأصر للبقاء في منصبه، بعتقد بيكون عم
يتصرف بشكل خاطئ تقرب الى الخيانة. بس هو يعني الحالات اللي بيعرفها الواحد لازم هو انه الحاكم بيبعد عن الناس. يعني احنا مش حكام. حكمته دولة الرئيس ست سنوات. لا على كل حال يعني انا طبعا جيت للحكم بثقة المجلس النيابي وبالوسائل الديمقراطية، فما في مشكلة بهذا الإطار. لا أنا ما عم بحكي عن هذا الجانب، عم بحكي إنه خلال ممارسة الحكم والاستغراق بالسياسي وإلى آخره عم بيبعد البني آدم. لا يعني ممكن يبتعد بسبب انشغاله وانغماسه، مش خوفا من الناس أو خوفا من الرأي العام، بالعكس على التماس دائم على الرأي العام مع الناس ونسمع آرائهم. ما شعرت يوم انا انه الناس تخلوا عني وانا اثناء وجودي في الحكومه. بس بكفي هذا الشعور، بكفي هذا الشعور عن الذات. شوف اذا بدك تكون صادق مع نفسك ايه، بس ممكن يكذب على حاله الواحد يقول انا الناس مش الناس معي، وهو بيعرف انه مش صحيح. اعتقد انا بهالامر هذا عمر الواحد اذا بده يكون صادق مع نفسه بيعرف يكذب على حاله بس وعلى الآخرين، بس في كذب على نفسه بشعره بالداخل. يعني قبل ما نتائج الانتخابات غالبا هي اللي بتفاجئه، بس يبدو يبدو أنا خدت الانتخابات مرة بحياتي. لا هو عم بقول يعني غالبا اللي دش نواب او حكام والى اخره فاجأتهم الانتخابات، لانه كانوا معتقدين انه شعبيتهم ماشيه تماما تماما. اذا النظام الديمقراطي هو بيصلح حاله بحاله. صحيح. بس اللي ما قاعد بموقع المسؤوليه وبيشعر انه العالم تخلوا عنه يشعر بالخواء، شعور مرعب يعني. مرعب. انا بعتقد شعور مرعب. الله يبعد عني والله السعادة اللي عايشين فيه، بس بدون شك انا ما عندي مشكلة ينبعدوا عني. لا عم بحكي عن حالي. بحكي عن حالي. لا بحكي عن أنا محلك ببحث عن الحقيقة. صحيح. تماما. ف الموضوع له معي ولو ضدي، وما لازم تاخذ موقف، لا موقف مع بالمطلق ولا موقف ضد بالمطلق. هذا أكيد. أنا بعتقد وبكل ثقة إنه أي باحث عن الحقيقة فيما يتعلق برفيق الحريري حتكون النتيجة لمصلحته. أنا أطلب أكثر من إيه؟ مع القبول بحقيقة أخرى هي أن الحقيقة نسبية دائما. لا نحن نشوف الحياة مش الخلاف حول رفيق الحريري بياخد عدة أوجه، ولكن في مجموعة من الصور حاولوا بعض الناس يرسموها عن رفيق الحريري لا تمت إلى الواقع، حتى ما نختلف على فلسفة الحقيقة وكيف النظر إليها، لا تمت إلى الواقع بصلها. فبالتالي أنا الإنصاف لإلي أنه تقال الوقائع زي ما هي، مش الأشياء المخترعة. فهذه بتحتاج إلى شخص يكون مستعد أنه يتعب شوي ويعرق شوي لحتى يصل إلى حقائق الأمور، وقائع الأمور، مش إنه يأخذ الأمر كما تناهى إليه من بعض الأفواه التي قد تكون لها أسباب سياسية في أقواله. كثير من الناس اللي انتقدوا رفيق الحريري إذا شلت انتقاداتهم لرفيق الحريري بتلاقيهم ما عملوا شيء بحياتهم غير الشغل. يعني خلال السبع سنين الماضية إذا وضعت جانبا انتقاداتهم لرفيق الحريري بتشوف ما عمل شيء أبدا، بس هاي كويس.
فرفيق الحريري هو علة وجودهم، سبب وجودهم. ما بدي ادخل بالاسماء، بس علة وجودهم. اذا ازلت هذا السبب اصبحوا غير موجودين. و ايه ما كان لهم، لا لا ما كان لهم هالوهج. طب والدليل هلا زاح رفيق الحريري صار له سنه تقريبا، بتشوفوا الناس مثل مثل النواصه، مثل الضوء اللي خلصوا زيتاته، ما ملاحظ؟ صحيح. مزبوط. مزبوط ولا لا؟ رغم المحاولة كانت ماشي. ايه افتعالات. ايه الافتعالات، يعني الواحد مش بالسلطة فواقف، شو صاروا؟ مثل الضوء اللي زيتاته خلصوا. فهذا بورجيك انه علة وجود هؤلاء الناس هو انتقاد رفيق الحريري. ويمكن كانوا مدعومين وموجودين وكذا لهالسبب. ولا في جانب من الحقيقة فيما يقولون؟ شتائم يا عمر اللي بقوله، شتائم شتائم. رفيق الحريري لغاية سنة 82 ما كان منغمس بالسياسي لا من قريب ولا من بعيد في لبنان أبدا. كنت اتردد على البلد، أهلي موجودين، أولادي كانوا موجودين هون، وروحوا أجي. وبهالفترة هاي الله سبحانه وتعالى كان أكرمني، وبدأت ببناء مجمع كفر فلوس في كفر فلوس اللي هي ما بين صيدا وجزي الشهير. أصبح شهير من بعد ما دمر واللي بيضم مستشفى وجامعة ومدرسة، وكانت الجامعة الأمريكية واليسوعية هم اللي عم بيدروا. بهذه الأثناء، بهذه الأثناء بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وجدت أنه أفضل طريقة لمساعدة الناس هي إرسال الطلبة للخارج، لأنه المشروع كله وقع بإيد المحتل وعملائه اللي انتهى بالأخير بتدميره وسرقة محتوياته بالكامل، وأصبح أطلال كما هو الآن ظاهر للعين. فبدأت رحلة مساعدة الطلاب قبل فترة يعني، بس إنما تكثفت من 82 بالطالة. بعد 82 بعد الاحتلال الإسرائيلي للبنان وخروج إسرائيل من بيروت وغيره، بدأ موضوع، بدأت الحرب الأهلية في لبنان على شكل واسع جدا. كان بالأول في فلسطينيين وفي يعني قتال، في فلسطينيين، في ناس معهم في ناس ضدهم، بس إنما بعد 82 خرجوا الفلسطينيين وعلقوا اللبنانيين بعضهم. فوجدت إنه نفسي إن أنا رجل عندي علاقات وعندي إمكانيات، من خلال علاقاتي حاولت إنه أعمل على وقف إطلاق النار. وعمليا ساهمت من 82 أو 83 إلى حين 89 بجميع المبادرات التي ظهرت لوقف القتال في لبنان وإيجاد حل سلمي للأزمة اللبنانية، إلى أن حصل اتفاق الطائف ووضع الركيزي والأساس للانطلاق نحو السلم الأهلي في لبنان اللي الآن عايشين في ظله. فدخولي بالسياسة الحقيقة ما فيك تقول رفيق الحريري دخل بالسياسي، أنا دخلت بعمل وطني. مشان هيك كل المرحلة هاي كنت على تواصل مع كل الناس، بما فيهم الناس اللي فاتوا على بيتي بصيدة وحرقوه وسرقوه ونهبوه وشتموني وكتبوا على الحيطان، وهذه كنت على تواصل معهم وأنا عارف وبعرفهم بالأشخاص وعامل حالي مش عارف، لأني اعتبرت هذه قصة خارج نطاق، إذا خارج نطاق إعادة اللحمة للبنان من سيرة الحرب، وكملت على هذا الأساس. لما عملت رئيس وزارة، عملت رئيس وزارة بدافع وطني وليس بدافع سياسي، واشتغلت كل الوقت على هذا الأساس. اتحملت بسبب هذه النقطة،
كان في كتير عالم يعتادوا انه رفيق الحريري لا يمكن ان يترك الكرسي او السلطة لانه له مصالح وعنده رغبات وعنده حب للسلطة وغيره. ف بدون شك حصلت مفاجأة لما انا اعتذرت, لما انا اعتذرت لانه ما كان حدا متوقع ان انا اعتذر. هذا موضوع يعني بس الشيء بالشيء يذكر. فبالتالي الكلام عن صعود نجم رفيق الحريري الحقيقة يعني ما في صعود مفاجئ, لأني أنا من 82 وأنا بدأت العمل الجدي ضمن إمكانياتي المتواضعة جدا. يعني ما في مؤامرة كما يدعي؟ مؤامرة شو؟ طب محلة تبين هالمؤامرة محلة تبين يعني. أنا بعتقد يعني إذا كان بلبنان في كلام باستمرار حول الحريري هذا له علاقة بعديد من الأمور اللي يمكن الناس فهموها غلط وبالتالي بيحتاروا بتفسيرها. وأنت كمان أشرت لها من خلال أسئلتك اللي قبل بضع دقائق طرحت انه لما عم تقول انه رفيق الحريري فات على السياسي من باب المال العريض وهذا مش صحيح الحكي, لانه اذا كان من يعني رفيق الحريري بده يستعمل المال للوصول للسياسي ما مضطر يصرف كل المبالغ الكبيره على التعليم وعلى المستشفيات وعلى الجامعه وعلى المدارس وعلى المساعدات الاجتماعيه وعلى مؤسسه الحريري, ما مضطر يعني هالامر هذا ما بعتقد بده المبالغ الضخمة اللي صرفت على الشأن الاجتماعي. هو عادة لأنه المؤسسات الفاونديشن يعني بالولايات المتحدة مثلا تخصم من الضرائب يعني. أول شيء تخصم من الضرائب, ثاني شيء يعني أولا وثانيا وثالثا ومعظمها بتصير بعد وفاة. لا مش بالضرورة لا. معظمها عبوين. لا مش بالضرورة لا مش بالضرورة يعني في كتير من المؤسسات موجودة وشركات بتتبرع لمؤسسات خيرية أو عاملة مؤسسات خيرية تابعة لها بتشيل جزء من أرباحها بتحط فيها, هذه بتخفضها من الضريبة يعني عمليا بدلا أن تدفع هذه المبالغ أو القسم الأكبر منها لخزينة الدولة الأمريكية تدفع لهذه المؤسسات اللي لها طابع اجتماعي وإنساني. نحن مش هذا وضعنا يعني, نحن المبالغ المدفعة من أجل الشأن الاجتماعي ما له علاقة بالضريبة يعني, لأنه النظام لا نظام الضرائب مختلف عندنا يعني مش موجود مش هيك, مش هذا هو السيستم اللي قائم. فاللي بدي أقوله يمكن ما تعودوا الناس أنه شخص الله سبحانه وتعالى أكرمه أنه يكون مهتم هالقد بإقامة مؤسسات لها طابع اجتماعي بهذا الحجم. الفكرة كتير من العالم قايمين فيها ولكن بهذا الحجم وبهذه الكمية الناس ما تعودوا. هذا السبب الشيء ليش أنا عم قوم بهالعمل هذا, مش بالسبب السياسي, ولما بدأت فيه ما كانت خاطر ببالي السياسي لا من قريب ولا من بعيد. بدأنا احنا ب 78 زي ما هو معروف هذا الأمر يعني, بدأنا لما صار الله سبحانه وتعالى أكرمنا وصرنا نستطيع أن نقوم بهذا العمل. أول عمل أنا بذكر عملته هو إعادة بناء المدرسة اللي أنا درست فيها وأنا صغير, مدرسة ابتدائي اسمها مدرسة فيصل الأول تابعة للمقر.